مواجهة عربية في السوبر الأفريقي إن شاء الله يوم الجمعة القادم. الأهلي سيواجه نهضة بركان الفريق المغربي، وأكيد برضه هتكون مباراة ليها حساباتها، والمباراة دي واللي بعدها كمان هيكونوا أكيد من ضمن النقاط المهمة اللي هنتكلم فيها مع كابتن عادل طعيمة اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك يا فندم، أهلا بيك. ألف مبروك. صباح الفل طبعا، الحمد لله، يعني وشنا حلو كده كلنا. وبإذن الله كمان اللي جاي يكون أفضل، واحنا متفائلين يعني ان شاء الله. ولو هنبدا بقى بنهضة بركان ونتكلم عنه قبل ما ننتقل للفريق بتاعنا، لان احنا مهم نعرف برضو المنافس. انا عايز اقول لحضرتك ان من متابعتنا برضو للصحف المغربيه المختلفه تحدثت ان في ازمات بتواجه ازمه بركان قبل مواجهه الاهلي، منها مثلا ان النتائج السلبيه اللي كانت في الفتره الماضيه يعني للفريق حاجه. الحاجه الثانيه ان التغيير اللي حصل في الاداره الفنيه ما اتاش الثمار اللي هم كانوا بيتوقعوها. بنتكلم عن بيدرو بن علي، يعني ما جابش النتائج اللي هم كانوا بيأملوا شأنها، يعني ان الفريق يحقق بطولات او اهداف. الحاجة الاخيرة عايز اقول لحضرتك برضو فكرة هنا ان انت بتواجه الاهلي وهو اللي بينافس على اللقب المرة السابعة، وانت اول مرة يعني بتسعى اصلا للوصول، ففي في في فرق كبير برضو بين الفريقين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية ايا كانت نتائج نهضة بركان في المغرب بتختلف، لانه اللعب قدام النادي الاهلي دي ما بتتكررش كتير بالظبط، وبالتالي لما تشوف التصريحات بتاعه رئيس النادي او الناس اللي موجودين هناك بيقول ان دي حاجه ما بتتكررش، وان احنا لازم نشرف الكره المغربيه. زي ما شفنا سان داونز في ادائه قدام النادي الاهلي، كان بيتابع ماتشات النادي الاهلي وعارف ان لعيبه النادي الاهلي مرهقه ارهاق غير طبيعي. هم برضو متابعين، واحنا برضو متابعين نهضة بركان، وبالتالي المباراة هتبقى مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريقين. اللي هيحددها واللي هيفوز بنتيجتها اللي هيستعد استعداد النفسي والبدني بشكل أكتر من علمي، وفي تغذية، في نوم، في راحة، في استشفاء، في قراية مباراة. شفنا برضو سان داونز كان مركز جدا على الجبهة اليمين بتاعتنا، محمد هاني، محمد هاني وقفشة. فالجبهة دي لو تلاحظ يا كريم كل الهجمات كانت صحيح، مفيش خالص من ناحية أيمن أشرف. صح، فهو قاري إن الحتة دي هيبقى فيها اللي بيدافع من مع هاني، الدفاع بتاعه هيبقى أقل شوية، وبالتالي كل الهجمات كانت يا إما من هنا يا إما من العمق. برضو نهضة بركان عنده سلبيات كتيرة، أو زي ما قالت نهواند دي أول مرة بيسعى للبطولة. إحنا بقالنا 7 سنين عايزين البطولة ديت. ما فيش شك إن النادي الأهلي لما بيروح قطر النهاردة ويبقى فيه جماهير والاستقبال في المطار، إحنا يعني حاجة تحرك الحجر. في 5000 في المدرجات، في 5000 في المدرج، وأعتقد يعني هم طبعا بيبقوا يعني عاملينها بالورقة والقلم، يعني 5000 يعني 5000 هي 30% من الناس، مش زي حتة تانية يعني. يعني التذكرة بتبقى معروفة يعني، إنما ال 5000 دول معظمهم هيبقى طبعا أكيد من النادي الأهلي. اللي أنا بتمناه إنه يعني الفترة ديت يبقى في عملية استشفاء، وعملية إن أنا اللعيبة اللي هي مجهدة أديلهم يومين، واكيد موسيماني بيعمل كده، يبقى في عمليه استشفاء قويه جدا. اللعيبه المجهده زي ديانج وزي عمرو السوليه وزي بدر وزي ايمن اشرف، الولاد دول عايزين يومين انا في رايي ما يشوفوش كوره، يعني اتفرجوا على تنس، يلعبوا سباحه، يعملوا اي حاجه، بس ده الدفاع بتاعنا. ما الجسم علشان يبقى فيه طاقه، الطاقه دي تسترجع لابد يبقى فيه راحة، مخزون طبعا، مخزون الطاقة ده بيطلع. وبرضه في عملية التغذية برضه أكيد في مراعاة ليها، لأن عملية التغذية بتبقى مهمة جدا. برضه يبقى فيه يعني الدكتور بتاع التغذية بس يعني إيه يسهل معاهم شوية، لأن فعلا الولاد والله يا نهاوند كريم أنا مشفق على الولاد دول 4 سنين مفيش راحة. لو حضرتك بتقول كلمة يعني أو مصطلح استشفاء، أنا عمال أفكر ما حصلش قوي الفترة الأخيرة، ما لحقوش يعملوا ده. يعمل يعني إمتى؟ أنا بنتكلم من ماتش لماتش، من بطولة لبطولة، محليا وقاريا. 4 سنين، وبعدين أنت أكبر عدد من فريق النادي الأهلي بيروحوا المنتخب، فحتى الفترة اللي بيبقى فيها راحة بالنسبة لكل الأندية بيبقى عندهم شغل مع المنتخب، يبقى عنده يا إما أولمبي طبعا، يا إما عنده منتخب مصر. وطبعا
برضو انا كنت مع حضراتكم قبل كده وقلنا انه لما انت تيجي من بطوله افريقيا وكان المنافس بتاعك كان ماتش قوي جدا وده انت بتدي اقصى عطاء ممكن، يعني مش عايز اقول حمل، يعني الحمل ده جماعه بتوع التربيه الرياضيه فهموه، لكن اقصى طاقه انا باديها في ماتش ثم اروح على بلعب بايرن ميونخ وبلعب بطل الدخيل بطل قطر، ده ماتش مهم جدا بيلعب في ملعبه وجايب لعيبه 27 مليون. البطوله هي الاهم، كاس عالم للانديه. فتخيل انت بتطلع قمه 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 في فتره قليله جدا، وبعدين انت لما بتيجي 10 ماتشات دوري اطلع غزل المحله، ارجع من غزل المحله على اسكندريه، اطلع هنا اطلع هنا، ضغط غير عادي، ضغط غير طبيعي. فاعتقد ان موسيماني في الفتره ديت هيبقى فيه عمليه استشفاء بالنسبه للولاد اللي هم مجهدين، الى جانب قرايه نهضه بركان، ومفيش شك بقول الكلام ده لجمهورنا العظيم من خلالكم، الانجاز اللي حصل ان انت بتطلع اقوى فرقه في افريقيا حاليا سان داونز، انت بتخرجها في ملعبها وهم مش مجهدين زينا، وانجاز ما بعده انجاز ان انت فرقه تقيله زي دي، ده نهائي، انا بعتبره نهائي مبكر. احنا خدنا من المباراه اللي احنا عايزينه في مباراه الاياب مع سان داونز، احنا ما كناش عايزين نستحوذ، ما كناش عايزين نعمل الهجوم، احنا كنا عايزين نلعب زي ما بالظبط لعبنا 4-1-4-1، وهذه الخطه اللي اعتقد كانت قبل كده ممكن تمت على يد فايلر لما اصلا لعبنا سان داونز، يعني الى حد ما كانت شبيهه جدا، وحضرتك برضه تتفق معايا، فيعني احنا فعلا خدنا من المباراه اللي احنا عايزينه. ده حق يقال. بالمناسبة يعني بمناسبة الكلام برضو عن سان داونز وتأهل النادي الأهلي، في ناس كتير بتعتبر أن بعد هذا الفوز المستحق على سان داونز والتصعيد اللي عن جدارة للنادي الأهلي، مهمة الحصول على النجمة العشرة بقت من أسهل ما يمكن من وجهة نظر البعض، فهل هي بالسهولة فعلا اللي الناس دي بتتكلم عنها، ولا برضو في مساحة كافية لوجود مفاجآت، وخصوصا أن احنا عندنا الخطوة اللي بعد كده ماتشين مع الترجي، والترجي برضو من الفرق التقيلة اللي ليها تاريخ واللي ليها دايما وجود قوي لما بتلعب النادي الاهلي ايا كانت البطولة. اللي معش بين جدران النادي الاهلي يعرف ان انت مكتوب عليك، ودي الحاجة اللي احنا بنتميز بيها، ان احنا جمهورنا 90 مليون من 100، انك انت على طول على طول كل الفرق اللي هي بتقابلك ما بتقابلكش الا بدرجة 99.9، لو بتلعب اقل فرقه في الدوري هتلاقيها في احلى واعلى حالاتها، بس تلاقي القتال والجري من اول دقيقه، وتشوف غزل المحله بيجري، انا قلت الناس دي واخدين المنشطات ولا ايه، انت عارفه تشوفي بيخش بيكنس ازاي من بالرجلين وبتاع، ومفيش حمايه، فكل الفرق بما فيها الترجي مفيش ماتش هيبقى سهل، وعشان كده احنا ابطال، لانك انت دايما وانت بتلعب مفيش ماتش سهل، ما بتنزلش تلاقي فرقه يعني ايه بتأدي قدامك اداء سلس كده ولذيذ وكره، حتى سان داونز اللي كنا بنقول عليهم بيلعبوا الكره الجميله والكره البرازيليه، احنا شفنا الماتش اللي فات اول مره انا اصدم ان انا الاقي سان داونز بتلعب بالشراسه دي وبالقوه ديت وبالعنف ده من اول دقيقه، فده معناها ايه؟ ان النادي الاهلي باستمرار في القمه، وكل الانديه اللي بتلعبه سواء أندية قوية أو أندية أقل بيبقى فيه حتة إن أنا لازم أنال من النادي الأهلي، وده اللي دايما بيخليك دايما متفوق عن زمايلك سواء في المحلي أو في الأفريقي أو حتى في الدوري، إحنا خدنا ثالث عالم من تيم برازيلي جامد قوي وأنت بتكسبه، فده برضو يعني مخزون للنادي الأهلي، وأعتقد إنه الماتشات اللي جاية ما فيش حاجة اسمها سهل في النادي الأهلي، خدها القاعدة، لو بتلاعب أقل تيم في الدوري ولا بتلاعب أقل تيم في أفريقيا، احنا شفنا سيمبا كان بيلاعبنا عامل إزاي، صحيح وبعدين بيتغلب 4 في ملعبه، أعتقد في أظن كان في ملعبه، كان في ملعبه 4، وإحنا شوف كان الأداء الشراسة، وحتى بالنسبة للتحكيم إحنا عانينا من التحكيم، ماتش سان داونز الاولاني شفنا الراجل الجول، لا ده كان كارثه يعني غير طبيعيه، شفت انا وند ظهر شريف عامل ازاي، ده احنا عرضناها هنا، ده عمل حادثه مش كوره مشتركه في الهواء، دي حادثه يعني، وقلنا علقنا قلنا دي يعني قد تنهي حياه لاعب، يعني خطا مش العمود الفقري طبعا اللي فيه كل الاعصاب اللي فيه كل حياه البني ادم اللي بتوصل للمخ،
وبعدين اللاينمان شاف ولا الحكم شاف، وبعدين في بينالتي تاني برضه لشريف برضه قبل البينالتي ده من ناحيه الجنب عدى، وبرضه راح الراجل راح كانسو، وطبعا الحكم ما كانش. طب احنا ايه العكوسات اللي بنواجهها بقى لنا فتره دي، سواء في يا اما في عدم وجود فار في مباراه، يا اما في وجوده بس بشكل زي قلته في مباراه، يا اما باخطاء تحكيميه مش منطقيه، يا اما بعنف زايد من الفريق المنافس. يعني الاهلي يعني تحس ان مجهود اللعيبه مش بس رايح في الملعب كخطه وتنفيذ الخطه، لا ده كمان في صعوبات كثيره مضطرين وعراقيل كثيره مضطرين يخوضوا فيها. ما هقول لك ايه، احنا قدرنا ان احنا في قاره افريقيا، وقاره افريقيا طبعا من يعني محتاجه شغل، واحنا تفاءلنا جدا ان رئيس الكاف اللي جه صديق قوي جدا للكابتن محمود الخطيب، وشفنا قد ايه لما الكابتن طلب منه المدرب بتاعه ادهولنا في وقت. هو طبعا دلوقتي رئيس الكاف، كلنا كنا متوقعين ان شاء الله على ايده هيبقى فيه حاجه حتى على المستوى الافريقي، مستوى مصر يمكن الانتخابات يمكن تفرز حد، لكن على مستوى الكاف انا بشوف انه الراجل كان في كل لقاءاته قبل الانتخابات انه الفار هيبقى موجود وانه هيعمل وهيسوي، فاول قرار يجي راح لاغي الفار من دور الثمانيه. يعني الفار ده مهم جدا لانك انت بتخرج، وزي ما النادي الاهلي بعت له في الشكوى الحكم السنغالي بيقول له يا اخي انت الاخطاء المتكرره من الحكام عمليه خطيره جدا، الملاعب اللي انت بتلعب في ملاعب احيانا غير مستوى وغير ادميه، بتروح في مكان احنا شفنا حتى في صن داونز اللي هي المفروض جنوب افريقيا يعني قمه الثقافه، وقفوا الاوتوبيس واعتادوا على اللعيبه واعتادوا على المدير الفني حتى باللبس، وشفنا رد الفعل قوي جدا من المسؤولين في جنوب افريقيا ان هيحققوا في المشكله ديت. هو حصل اعتذار واتاكد ان البعض وليس الكل، وموسيماني يتكلم موسيماني يتكلم ان هو يعلم من هو خلف يعني الواقع. هم جاوا صوروا الناس، وده اللي بيعمل كده جنوب افريقيا، هم اللي بيعتذروا للنادي وهم اللي هيحاكموا الناس اللي هي تسببت، لان جنوب افريقيا شعب راقي جدا طبعاً. وعلاقتنا بيهم علاقه اكثر من ممتازه. احنا هنستأذن حضرتك هنطلع بس فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. الاهلي ونهضه بركان الجمعه المقبله ان شاء الله. كابتن عادل، لو احنا هنتكلم عن تصور او التصور الامثل من وجهه نظر حضرتك، هل احنا ممكن نعتمد على يعني هنا بنتكلم الهجمات المنظمه ولا الهجمات العرضيه، الكرات الثابته، اللعب الفردي ام اللعب الجماعي؟ خلينا نعرف من حضرتك. هو طبعا الميزه في المدير الفني موسيماني انه ما بيغيرش الا في مباريات معينه، زي ما ابتدى برامي ربيعه في صن داونز، عارف ان هو في عندهم راجل خطير اسمه سيرينو، فانا الراجل ده لازم يتلعب عليه مان تو مان، عشان العب عليه مان تو مان لازم يكون واحد بيلعب برجليه الاثنين، بيلعب برجليه اليمين ورجليه الشمال، ثم بيجيد الكرات العاليه، ثم بيجيد الانقضاض من غير فاول، ف لعب رامي في الحته دي. احنا شفنا رامي ورا سيرينو في الملعب في كل حته بصراحه، ادى اداء رائع. يبقى اذا الراجل قبل المباراه بيقرا التيم المنافس بتاعه، وما بيختارش بعشوائيه، بيختار بعنايه، حتى في الكور الثابته برضو هو منزل رامي علشان الكرات الثابته اللي هي بيشكلوا منها خطوره. رامي احنا كلنا عارفين انه كل بيجيد جدا الكرات العاليه، سواء في الكرات الثابته في الكورنر فاولات والحاجات ديت. رامي برضه بالمناسبه بيلعب في اكتر من مركز، ويمكن افضلهم بيلعب باك رايت وبيلعب هاف ديفندر، يعني هو اصلا مش سيرد باك، مش قلب دفاع، صح، ودايما بيجيد التسديد. احنا ما شفنا يعني انتوا طبعا ما شفتوش رامي زمان، كان رامي رجلين اليمين والشمال جاب جول في المقاولين العرب من يمكن 40 متر، راجل بيجيد التسديد، فبرضه الحته دي الراجل لما بيوظفه فيها بتبقى عمليه مفيده جدا. طبعا في الماتش اللي جاي الراجل مش هيغير ويلعب برامي بقى في نص الملعب، لا هيرجع لكورتنا العاديه اللي انا بلعب باثنين وقفش تحتيهم وفي ثلاثه قدام، يختارهم بقى بعنايه. ممكن يبقى هو ما ابتداش بطاهر، ممكن جدا يبتدي بطاهر، وشفنا طاهر ابتدى في الماتشات اللي فاتت وفي ماتش صن داونز جاب جول، يعني ما فيش اجمل من كده، فهو بيلعبه ناحيه الشمال مع ايمن اشرف، وممكن يبقى في فتره بيلعب علي معلول برضه
يديله ربع ساعه وثلث ساعه تمهيدا انه لما يرجع مصر ان شاء الله يبقى يخش في المباريات علشان يجهزوا لماتش الترجي. مش هيغير كتير لان الراجل ده برضو بحكم خبرته في التدريب وتقديره للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي ما بيغيرش كتير في التشكيل، لكن بيغير بعنايه. يعني انا مثلا اجايه الماتش اللي فات لعبه قد ايه؟ ربع ساعه. قبل الماتش بيقولوا انا هلاعبك في الدقيقه الفلانيه. ليه؟ لانه بيحضروا علشان بعد كده في ماتش الترجي يبقى بيجهزوا للماتش ده. بس النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها يا كابتن عادل برضو يعني ممكن تبقى ميزه وعيب طبقا بقى لنفسيه والحاله المزاجيه بتاعه حتى الجماهير. يعني في البعض من الناس شافت ان عدم التغيير غير لما يكون هناك ما يستدعي التغيير، دي ميزه من ضمن مميزات موسيماني. البعض الاخر شاف ان دي من ضمن المآخذ عليه في وقت من الاوقات ان هو ما كانش من المرونه في مباريات بعينها انه يعمل تغييرات كانت الناس شايفه ان المفروض انها تتعمل. برافو عليك، ودي حاجه منطقيه جدا لان احنا بشر، كل واحد فينا معرض انه يغلط. يعني احنا من وجهه نظرنا كان ممكن جدا في وقت من الاوقات ماتش سان داونز اللي فات او اللي قبليه او في بعض الماتشات كان ممكن يدفع باكرم توفيق مثلا، فاهم ازاي؟ كل الناس قالت يعني كان ممكن يدفع بيه في الحته ديت، وكان ممكن يلاعبه زي ما لعبه في بالميراس اللي كان بيلاعبه مطرح حسين الشحات، بحيث ان هو بيدافع كويس وبيهاجم كويس وبيعمل كرات العرضيه قوي في التسديد وفي الالتحامات، فكان بيقفل الجبهه دي مع هاني. الكل توقع انه كان ممكن يلعبه في الماتش اللي فات في جزء من المباراه اللي هي اخر ربع ساعه او ثلث ساعه. هاني تعب جدا في اخر ربع ساعه، ولو شفنا ساعات كان بيقف. مع ذلك الراجل ابتدى يكثف الحته دي. مفيش شك انه هي سلاح ذو حدين زي ما انت بتقول، لانك انت لو غيرت كتير هقول لك شوف الراجل بيغير، فانت دايما هتبقى في محل انتقاد طالما بتدرب النادي الاهلي. في ماتشات كتيرة قوي تبص تلاقيه بيروح مغير في بداية المباراة ثلاث لاعبين، وبعدين بين الشوطين أو بعد 10 دقائق من الشوط الثاني بيروح منزل أربعة، فهو بيغير سبعة. إنما هو ما بيلعبش في العمود الفقري اللي فوق. عمود الفقري في شناوي، في إيسر دباكين، في اثنين ليبرو، في راس حربة. بيلعب بقى في الأطراف، وممكن يلعب في الاثنين اللي على الأجنحة الموجودين، ممكن يغير فيهم. وده كان صح كابتن عادل، لان هو اول طبعا ما جه هو برده كان عايز يجرب اللعيبه وكان عايز يدي فرصه للكل، فده كان يعني اعتقد سليم جدا في وقتها كمان. وبس في حته صغيره كده انا يعني باخذه عليها يعني او مش او دي طبيعه البشر، ربنا ما بيديش كل واحد كل حاجه. فانا ممكن اكون فيها ميزات كثيره جدا، بس برده فيها حاجات. يعني هو اول ما جه عمل ماتشات رائعه، انا قلت معاكم خد انبي حطهم في جوه 18 مش عارفين يعدوا السنتر. ده قمة بس كان الولاد كانوا لسه فايقين، وعملية الضغط كانت بتتعمل بالحذافير والاقتناع بالمدير الفني وهو مقتنع بيهم، مع الإجهاد، مع ما فيش فرصة ان هو يدرب. في أخطاء في حتة ان انا مثلا ممكن ايه، انا بقول مثلا رمضان احمد رمضان يعني في الباك رايت، انا من وجهة نظري كان لعيب عندي، فانا من وجهة نظري ان هو ما يلعبش باك رايت. يعني دي مش ده البوزيشن الامثل بالنسبه لي. لا لا، لانه هو يعني هو لعيب كوره كويس قوي، ممكن يلعب مساك، ممكن يلعب هاف ديفندر، بس ما يلعبش باك رايت. فاحنا نتيجه الاصابات وهاني مصاب وفلان مصاب بالظبط. فطبعا كان مفروض يعني لعب الزمالك وبعدين المصري. والله احنا انا كنت قاعد بتفرج على المباراه، بقيت يعني انا ماسك رجليا، لان المصري الشوط الاولاني احمد رفعت كان شغال في الجبهه دي بشكل غير طبيعي. فطبعا حته ان انا اعرف امكانيات كريم المفروض تبقى بسرعه شويه، يعني حتى من خلال التمرينات. فهي الحته دي ممكن تكون محتاجه سنه، بس هو الضغط اللي عليه بقول لك بتطلع جبل كل اسبوع او كل 72 ساعه، اطلع زمالك، اطلع افريقيا، اطلع بطولة عالم اندية، ارجع دوري 10 مباريات، اطلع افريقيا، اطلع على سان داونز، اطلع على افريقيا وسيمبا، وشفنا الملاعب وشفنا التحكيم. يعني كل دي ضربات، وبتلاقي الراجل ما بينفعلش قاعد بيدير المباراة، يا نهوانت ما بينفعلش ولا بيروح يعترض على حكم. راجل
بالعقلية يعني. الثقافية المحترمة نص تلاقيه لما بيوقف يتكلم يكلم اللي وراه من اللعيبة يبتدي يديلهم لا الحاجة دي المفروض تتعمل كذا، بحيث ان لو لعيب نزل في نفس المكان اللي هو بيلعب فيه هيقول له شفت الخطأ اللي كان بيعمله مثلا في سين من الناس، انا بقول لك الخطأ ده لما تنزل ما تعملوش وهكذا. فهو قراية المباراة بتاعت نهضة بركان اعتقد انه مش هيغير في هيرجع النادي الاهلي لقواعده، انا هلعب 4 2 3 1 ومش هيبقى فيه تغييرات كتيره. يعني طاهر ممكن جدا الماتش اللي فات حسين ما ابتداش بيه، فده نوع من يعني ايه العتاب الخفيف. يعني انت حسين المفروض ان انت جمهور النادي الاهلي كله منتظر منك احسن اداء وافضل اداء، والراجل بيدي لك باستمرار، فانا برضو عليا دور ان انا اقف مع نفسي ومع المدرب ومع جماهير النادي الاهلي. فهو كان في فتره كبيره كان بيعاني من كان عنده فت اعتقد وعمل العمليه ولسه كتيرة اصابات كتيره جدا. فالولد ده من اللعيبه المميزين جدا. صحيح صحيح. والجهد الوافر احنا شفناه في بيكون فايق كمان في ماتش من الماتشات بيفرق. وبعدين لعيب كوره يعني شوف التمريرات بتاعته حاجه جميله جدا. لسه بقى المجهود والطاقه دي محتاجه يعني شغل عليها، فيمكن يبقى فيه تغيير شويه او يبدا بيه على اساس ان هو مش عايز اقول قرص ودانه، لا يعني انت قعدتك علشان اقول لك يا حسين لا المكان ده مش مضمون، لا خد بالك لازم تشد شويه علشان احنا ما عندناش هزار. انت بتلعب في النادي الاهلي كل بطوله، يعني البطوله اللي جايه دي بطوله كبيره جدا، والبطولات دي لما بتتحط انت بتعدي ريال مدريد وبتعدي برشلونه في البطولات، عدد البطولات القاريه. فانت لابد تبقى عارف ان انت بتكتب تاريخ من خلال ادائك. انت لما بتنفرد بالجول وتجيب جول او تعمل جول لزمايلك يعني مهمه جدا. احنا شفنا الماتش اللي فات كان ممكن جدا الماتش يبقى سهل، يعني قفشه كوره جت لو عملها بالعرض لشريف جول، كانت هتبقى الجول الثاني. لان اظن الماتش الاولاني او في كوره القفشه اللي هو شاطها الماتش اللي فات على طول الماتش الثاني في كوره هو راح شاطها، ويمكن حتى في استوديو التحليل في النادي الاهلي كان السرد باكين فاتحين وشريف قاطع، ولو مجدي لو لعبها كانت هتبقى الجول الثاني. تخيل انت بقى 2-0 وفي 2 ب4 بقينا 6 قتلت المباراه. فدي برضو كلها حاجات اللعيبه المفروض تساعد المدير الفني، يعني انا بلعبك في الحته دي علشان النتيجه الفرص قدام الفرق اللي زي دي بتبقى مش كتيره. بس بشكل عام كده حضرتك مطمئن الى حد كبير مش كده؟ لا برضه شوف طالما انا مش بس بتكلم على في شعار احمر اقسم لك بالله لو احنا بنموت النادي الاهلي ما يعرفش يعني ايه احباط. احنا مربيين ولادنا من صغرهم على لو هو ماتش كابتن عادل ان شاء الله يكون سهل يعني باذن الله. طبعا هو مهم ولكن يعني مش الخطوره اللي احنا يعني نقلق منها برضو. يعني احنا بنتكلم انا هفضل قلقان معلش ليه لسبب عارفه في قلق سلبي وفي قلق ايجابي. كويس جدا يبقى احنا خلينا في القلق الايجابي. القلق الايجابي ان انا دايما الانسان الكبير او الانسان العظيم لما بيجي يعمل عمل كانه بيبتدي شغله من اول صحيح. من اول أكيد. من اول لحظه أكيد. فهو وعنده تاريخ خايف عليه طبعا. وعنده رصيد وعنده خبرات وعنده بيمشي في الشارع جمهور وعنده على في المواقع وفي كل حته جمهور بيسانده. فانما اعجاز اللي عامله النادي الاهلي في خلال الفتره دي انا بعتبره يعني اكثر من رائع. واقول لجمهور النادي الاهلي افضل ورا فرقتك لان فرقتك عامله اعجاز والله. لو في فرق اي فرقه في العالم لا ده صح. يعني شفنا بايرن ميونخ انا عايزه بس اقول لحضرتك لا متفق معاك جدا كابتن عادل، ويمكن ده اللي عايزين نختم بيه لان تقريبا الوقت خلاص كده انتهى. ولكن ناكد مره تانية فعلا الضغط اللي بيتعرض ليه الفريق والضغط اللي بيتعرض ليه المدير الفني باتش موسيماني ما هوش بسيط. كمان احنا لازم نعذر هذا الرجل لان جه في توقيت يعني كريتيكال او صعب جدا. تاني حاجه عليه ضغط ان ما فيش حد قابل ان هو يخسر مباراه واحده. الحاجه الثالثه هو واجه اصابات مش بايده ومش بايد اي حد.
يعني. وكمان كانت عندنا في مراكز مهمه جدا، نتكلم كمان عن الرباعي الدفاع عندنا، بدر بنون، محمد هاني، ايمن اشرف، كان عندنا اصابات كتيره جدا غصب عن الراجل، هو برده في وضع لا يحسد عليه، ولكن النتيجه او العبره بالنتائج، والحمد لله لحد دلوقتي النتائج يعني مقبوله جدا، كل ماتشاته كل نتائجه بالظبط عامل 100% الحمد لله بالظبط. فاللي جاي باذن الله كمان يكون افضل، ونرجع نقول صباح النصر دايما يا رب دايما ان شاء الله. نبتدي بالجمله الذهبيه دي، حلقه يوم الاحد الجاي ان شاء الله. كابتن عادل ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا، نورتنا وشرفتنا، ونلتقي مع حضرتك مره ثانيه ان شاء الله على خير على الاقل. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، نورتيني. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره و10 الصبح في الاهلي.